اختي نهار الجمعه كنا مطيبين العشاء صافي غادي نتعشاو، خويا بغى اتاي ناضت قالت ليه مرتو، قالت لي لا راه كتنفس البوطه، قال لها انا غنصوبها. صافي فاش بغى يصوبها شمش مع ضوا داك راه شعل البريكه وهي تشعل العافيه، في الاول كانت شويه، جات اختي دارت جابت الماطس ردتها بالماء طفات شويه، ولكن من بعد واحد الوقيته طلعت دغيا على غفله، طلعت لي على وجهه، هو كان حدا دفع اختي دفع حيت خاف على دفعه ويطلع لي على وجود. صافي لقيتها بغى يهزها باش يلوحها هنايا، هي فاش شدت لي يدي تاهي العافيه كلات لي يدي كامله. صافي انايا كنشوف العافيه، صافي بقيت مصدومه، دخلت البيت حليت الشرجم بقيت كنقول عافاكم الناس عافاكم عاونونا عافاكم عاونونا راه كنتحرقوا. صافي جا واحد الدري قال لي صبري انا نعيط على الدراري ولقينا كيفاش نعشقوكم غنعشقوكم. صافي الدراري جاو جابوا معاهم سلوم ديال البنايه هنايا، صافي طلعوا للسطح، طلعوا خويا هو الاول عاد باش مرات خويا عاد باش طلعوني انا، لقيت اللي غيطلعوني فانا كنت غادي نطيح، الدري اللي بغى يشدني كان نطيحوا انا ويا غنمشيو. صافي بقى واحد كيجرب واحد تطلعونا عاد باش طلعوا اختي لقيت اللي غيطلعوا فيها كانت العافيه صافي وصلت الكونوار، اختي نقصت العافيه باش مشات من الشرجم باش طلعوها، اختي مشى لها شعرها تقاس لها بالعافيه كلشي مشى، انا ما بغيت والو بغيت المحسنين يعاونونا وصافي، هادشي اللي بغيت هادشي اللي كنطلب انايا يعني. اي حاجه مهمه بشي حاجه اي حاجه واخا الاصلاحات مهم اي حاجه وصافي، الله يرحم الوالدين. الا كانت طافيه كانت كتنفس وكان باغي يصوبها باش يدير عليها يسخن عليها اتاي، صافي ويت لقيت اللي غيشعلها ويطلع العافيه، هو دار لها ما نطبقاش هي طلعات. صافي لقيتها فاش كان هو وكان محني حداه ويضرب لي في وجهه مشى لي وجهه ويدي، صافي هزها ويلوحها هنا في البلاصه الشيخ، كان هنا واحد السداري تا هو مشى كلشي. انا بعدا ما بقاش كيجيني نعاس، صافي مرات كنحط راسي كنبغي نعاس كنتفكر داك الديكور فاش كانوا مطلعيني في السلوم، وحتى واحد لقيتها كانوا انا كنت غادي نطيح، انا خرجت كنغوج عافاكم عاونونا عافاكم كنقول لي صبري حنا لقينا شي حل زعما نعشقوك. صافي طلعوا خويا ولو والمرات خويا عاد باش طلعوني انا اللي كنت غنطيح لهم من لا ما كانوش معانا، جاو حتى الاخر ما كانوش بيتين معانا كاع، غير شي ما كناش متوقعينه. انا بعدا ما بقاش كيجيني نعاس كاع، ما بغيت والو، انا بغيت المحسنين يعاونونا وصافي هادشي اللي بغيت. اختي تنطلبوا من الناس المسؤولين والمحسنين يتعاونوا مع الناس هادو، الناس فقراء والناس ضعفاء والناس مساكين في حالهمش، وتنشوف تنطلب من جميع الجمعيات، تنطلب من المحسنين الناس اللي لاباس عليهم الناس مسؤولين الله يرحم الوالدين ما تعاونوا مع الناس اشعلت فيهم العافيه، ثم تتشوفوا الحاله كثيره، التلفازه مشات البيبان مشاو السدادر مشاو كلشي مشى، وهاد الناس ساكن ما عندهمش شكون غيعوضهم، تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى. وتعرفوا المغاربه في وقت الانسانيه دائما تيتضامنوا، وحنا عارفين الناس في قلبهم من الرحمه، وكاين الناس محسنين وكاين الناس اللي تيتضامنوا عزيز عليهم الاجر، تنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش تشوفوا من حاله الناس هذو الله يجازيهم بخير.